صباح الخير رامز، صباح الخير لارا. تفضل. نعم لارا، بعد أن كانت قبل 3 أيام بدأت الاجتماعات التمهيدية في مدينة جدة السعودية على مستوى كبار الموظفين في الجامعة العربية وكبار مندوبي الدول، اليوم يمكن القول أن هذه القمة ستبدأ فعليا باجتماع وزراء الخارجية العرب. جريا على العادة يجتمع وزراء خارجية الدول العربية ويعدون تقريبا هذا يعني مسودة ما سيناقشه الزعماء والرؤساء والملوك العرب في قمة جدة 32 نهار الجمعة. عوامل عدة تجعل من هذه القمة اليوم استثنائية، وإن كان يعني كان هناك يعني انطباع لدى المواطنين العرب بأن القمم العربية لا تقدم الكثير، ولكن هذه القمة وصفت بأنها استثنائية. هي قمة محورية نتيجة تطورات عديدة سواء في النظام الإقليمي العالمي بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا ما يجري في الإقليم هنا، كل هذه العوامل تجعل من هذه القمة استثنائية. ينتظر من هذه القمة قرارات كثيرة لا سيما في المسألة السورية وأيضا الموضوع السوداني، وأيضا سيكون هناك كما كل القمم العربية هو محور ثابت للقضية الفلسطينية بعدما يجري في فلسطين لا سيما في ظل وجود الحكومة اليمين المتشدد هناك. إذا اليوم سيجتمع وزراء الخارجية العرب سيناقشون مسودة ما تطرحه هذه القمة على الزعماء والرؤساء العرب وسيناقشونه. يمكن القول أن أيضا ليس فقط المهم ما هي القرارات التي ستخرج، بل أيضا اللقاءات الثنائية التي ستنتج عن هذه القمة في ظل تطبيع العلاقات. هذه القمة هي أول قمة عربية بعد تطبيع العلاقات الإيرانية السعودية بين المملكة وإيران، وأيضا تطبيع العلاقات العربية الثنائية بين المملكة وسوريا. هذا ما جعل من سوريا نجمة القمة العربية. ومساء أمس كان وصل وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى جدة وتحدث عن أنهم سيعملون على إنجاح هذه القمة العربية، وقال أنهم ينظرون إلى المستقبل وليس إلى الماضي. هذه إشارة أيضا إلى أجواء هذه القمة العربية. ينتظر حتى يعني في هذه القمة ستكون إضافة إلى مضمونها ستكون حتى الصور هي استثنائية، فهناك يعني من المحتمل ربما أن هناك لقاءات ثنائية مثلا بين ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان الرئيس السوري بشار الأسد. هذه بحد ذاتها ستكون حدث في هذه القمة. يمكن القول أن هذه قمة عربية بأحداث كثيرة سواء في المضمون أو القرارات التي سيخرج عنها، ولكن حتى من حيث الشكل هي قمة استثنائية. يجري العمل أيضا بحسب ما علمنا من خلال مناقشات كبار الموظفين على تفعيل دينامية العمل العربي، وأن لا تكتفي فقط بالمخرجات أو القرارات بل أيضا بتفعيل عمل هذه المؤسسة العربية ومتابعة هذا العمل من أجل استدامة هذا العمل الاستقرار العربي والتعاون بين الدول العربية، وليس فقط الاكتفاء بالصور. موضوع السودان هو موضوع جد مهم لا سيما أن المملكة العربية السعودية ترعى في جدة مفاوضات كانت لتثبيت الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحاول إنهاء هذه النقطة الساخنة التي استجدت في السودان ومحاولة إنهاء هذه الحرب الدائرة هناك بين العسكر. أود أن أشير إلى نقطة أخيرة لارا، هي مسألة أيضا عامل مهم أو أيضا في هذه القمة، هو مسألة العامل الاقتصادي وأيضا محاولة عبر استكمالا للدبلوماسية السعودية وما تقوم به من أجل أيضا يعني بناء التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، منها مثلا إعادة الأعمار في سوريا وغيرها من المواضيع، وأيضا مساعدة مصر. لا نعلم إذا ما كان أيضا الوفد اللبناني سيطرح مسألة مساعدة لبنان اقتصاديا. كل هذه العوامل التي أجملتها ستجعل من هذه القمة العربية 32 في جدة قمة استثنائية وقمة محورية. شكرا لك الزميل رامز القاضي، كنت معنا من جدة في السعودية.